في هذا اللقاء تكلمنا على التمويل بصفة عامة، تمويل المؤسسات الجامعية وكل ما يتعلق في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي. ما دخلناش في بدقة في سبل التمويل، ولكن تكلمنا ما كيف يمكن يكون التعاون بين الدول العربية بينهم فيما يخص تعزيز الشراكة في التعليم العالي والبحث العلمي. وشفنا باللي فيه كان كذلك توافق في الآراء، وهذا الآراء وهذا التوافق الآن يلقى نجسدوه في الميدان عن طريق التوصيات اللي أخرجت اليوم من هذا المؤتمر. وشكرا.